بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله إحنا مع محاضرة جديدة من محاضرات مادة الميكانيكال يونت أوبريشن. بنتناول في هذه المحاضرة موضوع مهم جدا ومؤثر في الصناعات، ألا وهو الكمبريسور. الكمبريسور اللي هو بيقوم بضغط الغازات. فما هي الكمبريست جاز؟ الكمبريست جاز دي نوع من العمليات بتخش في آلاف المنتجات، وبخاصة سواء الاستخدامات المنزلية أو الاستخدامات التجارية أو الاستخدامات الصناعية. وليس أدل على ذلك من الغازات الصناعية المضغوطة اللي بتستخدم في عملية اللحام والتقطيع وخلافه. الغازات المضغوطة بتتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية. ثلاث مجموعات دي اللي هي الغازات المضغوطة دي بتكون على هيئة ليكوفايد، على هيئة بيتم إسالتها، أو نون ليكوفايد لا يتم إسالتها أو لا يمكن إسالتها، أو على هيئة ديزولفت جازز. في كل حالة منهم البريشر، ضغط الغاز داخل السلندر بيكون ليه وحدة. الوحدة دي بتعرف عادة بالكيلو باسكال أو الباوند بير سكوير انش جارج. الباوند بير سكوير انش جارج ده، عشان برضو ما تبقاش هذه مرت علينا كده، دي اللي هي دي يونت بريشر بتكون منسوبة للبريشر بتاع الاتموسفير. بينما على الخلاف بقى، على النقيض، البي اس اي اي دي بتقيس البريشر ريلاتيف للفاكيوم زي اللي موجود في السبيس، عشان برضو يبقى وحدنا الفهم في هذه النقطة. فالجاج بريشر اللي بيساوي التوتال بريشر انساز السلندر ناقص الاتموسفيريك بريشر، زي ما عرفنا هنا كده، لانه منسوب الى هذا الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر عاده بيكون 101.4 كيلو باسكال او 14.7 باوند بير سكوير انش. طبعا ان الغاز المضغوط داخل الاسطوانه لما يديني قرايه 0 كيلو باسكال، مش معنى ذلك ان هو فاضي، ولكن ان هو بيحتوي بعض من الضغط الاتموسفيرك بريشر. طيب نيجي على اول مجموعه، الليكوفايد جاز. الليكوفايد جاز دي بتبقى غازات تم اسالتها عند باي ايه؟ ات نورمال تمبريتشر، ماشي؟ وين زي ار كومبريسد انسايد ذا ستاند، يبقى تم ضغطها عند نورمال تمبريتشر، يمكن ضغطها داخل الاسطوانات عند نورمال تمبريتشر. بتبقى موجوده داخل الاسطوانات على هيئه ليكويد وفيبر بالانس، يعني الاسطوانه بيبقى جزء منها او جزء كبير منها مليان بالغاز المسال، وفي جزء كده فوقيه بيبقى موجود في الغاز على هيئه فيبر. لما بيتسحب من الغاز دوت بيبتدي ينطلق جزء من المولكيول بتاعه الغاز اللي هي مساله فوق السطح كده، وتعوض هذا الضغط موجوده في حاله الغاز، فهي تعيد تعمل بالانس للضغط، فتخلي الضغط يفضل زي ما هو. اللي هو الازا جاز از ريموفد من ذا سنسر انف ليكويد ايفابوريت، جزء من الغاز المسال بيتم تبخيره وبيحل محل الغاز اللي تم سحبه، وده بيحافظ كيبنج ذا بريشر ذا سنسر ايه كونستنت. لان طبعا برضو احنا بنحتاج البريشر كونستنت عشان لما نيجي نستخدمه نلاقي الغاز بيخرج معانا بمعدل ايه ثابت. امثله لهذه الغازات الانهيدرس امونيا والكلورين والبروبان والنيتروس اوكسيد وخلافه، ماشي. المجموعه الثانيه من الغازات المضغوطه نان ليكوفايد جازز، ودي مجموعه من الغازات لا يمكن ضغطها مهما كان الضغط عالي عند درجات الحراره العاديه. بتتضمن هذه المجموعه عناصر او غازات زي الاكسجين والنيتروجين والهيليوم والارجون. حتى احنا بنجد ان الاسطوانات بتاعتها بتكون اسطوانات سميكه ومبيبقاش فيها خطوط لحام، فنجد مثلا ان احنا الاكسجين عشان يتم اسالته بيحتاج ان احنا نوصل لماينس 218.8 درجه مئويه، انما عند الضغط العادي مهما كان فيري هاي بريشر يمكن ضغطه. الديزولفد جازز، في بعض الغازات بقى لو تم ضغطها حتى عند ضغط الاتموسفيريك بريشر ممكن يحصل لها انفجار. فطبعا ان هي تتحط في الاسطوانه بتعتبر كيميكالي فيري انستابل، فبيتعمل ايه؟ بتحط حاجه اسمها فيلر جوه. الفيلر دي بتكون فيها ثقوب،
وبيكون فيها مذيب، مذيب زي الاسيتون، بيبتدي غاز، هو الغاز اللي يمكن إذابته ويتحط ويتخزن كمذاب هو الاستيلين بس، اللي هو ده اكتر حاجة شائعة ان هي تستخدم كتظافة غاز. فالاستيلين بيتم إذابته في الاسيتون، الاسيتون ده بيكون مالي هذه الفيلنج او هذه الفيلر اللي موجود، وبيتم إذابة الاستيلين فيه، وبكده يمكن تخزينه في هذه الاسطوانات. وجوده بقى الاستيلين في حالة سوليوشن مع الاسيتون بيخليه ايه؟ استيبل، ويمكن تخزينه ونقله وتداوله. دي بعض الغازات اللي ممكن نلاقيها في صورة مضغوطة: الاستيلين، الامونيا، البيوتان، الكربون دايكسيد، الكلور. الكلور طبعا الكلورين احنا عارفين بنستخدمه في محطات تنقية المياه، الايثيلين، الهيليوم، النيون، النيتروجين، يعني العديد من هذه الغازات. طيب عملية ضغط الغازات بتعتمد على قوانين، والقوانين دي احنا هنشرحها بشيء من الإيجاز دلوقتي، وإن شاء الله أثناء المسائل الخاصة بهذا الجزئية هتبقى موجودة بالتفصيل. طبعا الهواء اللي احنا حوالينا في الأتموسفير حوالينا واللي احنا بنتنفسه بيحتوي على نيتروجين بنسبة، وأكسجين دول الميجر كومبوننت اللي بيحتوي الهواء. فنجد إن الهواء بيحتوي، لو احنا باي فوليوم هنلاقي بيحتوي على 78 نيتروجين، 21 نيتروجين، 1% من بقية الغازات، ده باي فوليوم. ولو باي ويت هيحتوي على 76 نيتروجين و23 اكسجين، وبرضه 1% باي ويت من الاذر جاسز. ممكن الغاز ما نعتبروش ان هو بيرفكت جاز، ولكن وجود النيتروجين والاكسجين كميجر بروبوشن بيجعله قريب من البيرفكت او الايديال جاز. طبعا احنا عارفين الايديال جاز احنا بتتبع بعض القوانين، منهم اول قانون البويلز لو اللي هو البي في بتساوي كونستانت، لتشارلز لو الفي اوفر تي بيساوي كونستانت. اوكي، لو دمج الاثنين دول هنلاقي البي في على تي بيساوي كونستانت، اللي هي في الايديال جاز بتساوي ان ار تي. طيب لما بيتضغط الغاز واحنا في قانون اللي هو الكومباينيشن اللي هو بي في على تي بيساوي كونستانت، بنجد ايه بقى؟ بنجد ان البريشر والتمبريتشر بتزيد كل ما الفوليوم بيقل. اوكي، او كل ما هنقلل الفوليوم هنلاقي التمبريتشر بتزيد والضغط بيزيد، ضغط الغاز بيزيد. وده اللي هنقدر نفهمه اكتر مع بويلز لو، ان هو بي في بتساوي سي او كونستانت. يبقى الفي لو جت هنا هتبقى في تناسب عكسي ما بين البي وما بين الفي. طيب برضو تناسبهم مع التي، ان كل ما البي تزيد والفي تقل نلاقي ان درجة الحرارة بتزيد، زي ما احنا كنا هنا كده. لو احنا البي هنا بتزيد والدرجة لو الفي راح هنا على الناحية دي كده، فبنجد ان التناسب العكسي، بنلاقي الاتنين دول لما بيزيدوا ده بيقل، الفي بيقل. طيب المهم ان ناتج ضغط الغازات هيزود لي درجة الحرارة، زيادة درجة الحرارة دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا في عملية في الماكينات اللي بتقوم بالضغط الغازات وبتستهلك كمية طاقة. فده اللي هنشوف بقى ايه بعض الشغل الموجود من جهة المصنعين لكيفية التغلب على زيادة درجة الحرارة دي، ان شاء الله مع تعمق داخل هذه المحاضرة. فبقول thus as a result of compression the pressure and the temperature increase as the volume decrease. ماشي، يبقى الضغط والحرارة بيزيدوا كل ما بيقل الفوليوم. في بعض برضو المديولز او السيرز اللي بتحكم عملية الكمبريشن والاكسبانشن اوف جاسز، اول حاجة الايزوثيرمال كومبريشن. الايزوثيرمال كومبريشن ده كومبريشن بيتم عند كونستانت تمبريتشر. تخيلوا بقى احنا بنقول ايه؟ ان احنا كل ما هنزود الضغط ويقل نتيجة هذا الضغط الفوليوم فدي درجة الحرارة. طب احنا عايزين نعمل ايزوثيرمال كومبريشر ان احنا نعمل ضغط مع ثبات درجة الحرارة. ده كونسترين، يعني لازم تحقق له شروط. طبعا ده بيقول ان هو ترايفل ده هذه السيوري او هذا المبدأ يعني مبدأ ما يمكنش الاعتماد عليه. ليه؟ لان الليكويد
طبعا بيبقى صعب انها يتم انضغاطها، والجاز بيحصل لها ارتفاع درجة الحرارة اثناء الانضغاط. فالليكود ما فيش فيه مشكلة، بس هي المشكلة ان هي صعب انضغاطها. لكن الجازز بيبقى فيه بيصاحبها ارتفاع درجة الحرارة اثناء الكمبريشن. الهيتنج للجاز اثناء الانضغاط بيحدث امتى؟ بيحدث لما يحدث فاست كومبريشن، يعني ان انا نتيجة ان انا بضغط بسرعة، فده اللي بيولد درجة الحرارة. اوكي، ده لنتيجة البريشر، ذا بريشر ورك دان ذا جاز انكريز اتس انترنال انرجي، بيزود الطاقة الداخلية وعشان كده بيزود الايه الحرارة. طيب لو انا عايز بقى احافظ على درجة الحرارة دي كونستنت عشان يبقى ايزوثيرمال كومبريشن، يبقى انا لازم اقوم بهذه العملية ببطء. اوكي، فالسلولي البطء ده بنف ان هو يسمح للحرارة ان هي تتخلخل وتبتدي زي ما ايه تخرج بره هذا النظام، فتحافظ على ثبات درجة الحرارة، او ان انا اكبر حجم البستون. طبعا احنا درسنا في احد المحاضرات السابقة البامب، ودرسنا فيها البستون اللي هو بيتحرك داخل سلندر عشان يقوم بضغط مثلا المياه او الفلويدز. هنا بقى احنا بنتكلم على الغازات برضو بتشابه البامبس، فاحنا البيستون ممكن شركه زي سيستيل اكس، دي الشركه بتستخدم لارج اند سلو بيستون سيميلر تو ان ذا شيب، بتستخدم بيستون بيكون كبير قوي بيشابه البيستون اللي موجود في السفن، هو بيتحرك ببطء، فعشان كده بيتم عمليه الضغط ايزو ثيرمالي. ماشي، ليه؟ لغرض فور انرجي ستور. طبعا برضه ان سمر ولد از سمر ديكومبوزيشن اوف جاز ماست بي بروسيد سلولي از ديكومبوزيشن. لو انا عامل عايز اعمل ديكومبريشن قصدي سوري لو انا عايز اعمل ديكومبريشن ايزوثيرمالي، لازم برضه يتم برضه ببطء عشان اخلي درجه الحراره اي اقل ما يمكن بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده في هذا البي في دايجرام، ان احنا ادي الضغط القليل بيبقى معاه فوليوم كبير، والضغط الكبير بيصاحبه فوليوم قليل على هذا الكيرف. في عملية تانية بيتم فيها ضغط الغاز من خلال عملية اسمها ايزنتروبيك او عملية ادياباتيك. احنا عارفين الادياباتيك كده من الثيرموداينامكس، العملية اللي بيتم فيها الورك بدون ما يحدث انتقال لدرجة الحرارة، يعني بيكون في عزل قوي، والعزل ده بيمنع دخول او خروج درجه الحراره من والى السيستم. اوكي، فلو كومبريشن اوف جاز خد مكانه بحيث نو فلو اوف هيت انرجي ايزر ان او اوت من هذا السيستم او من هذا الجاز، بنسمي هذه البروسيس ايزنتروبيك او ادياباتيك. ماشي، العمليه دي بقى بتبقى عمليه مشكله قوي. ليه؟ لان بتخلي درجه الحراره جوه السيستم عالية جدا، فده بيؤثر على كفاءة عملية الكمبريشن. دي طبعا لها قوانين بتحكمها، ان البي على الرو كي بيساوي كونستانت، البي اللي هي الابسولوت بريشر باسكال او بنيوتن على متر سكوير، وده الدنسيتي بتاعت الغاز، والكي كونستانت بيساوي سي بي على السي في اللي هي الريشيو اوف سبيسيفيك هيت، ذا ريشيو اوف سبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر، والسي بي تو ذا سبيسيفيك هيت ات كونستانت فوليوم. اوكي، الايزنتروبيك او ديباتيك بروسيس ممكن نعبر عنها بالبي 1 في 1 اوفر ان مرفوعه للاس ان، البي 2 في 2 مرفوعه للباور ان. الان دي اسمها بولي تروبيك اندكس، ودي بتاخد ارقام من 1 الى 1.4. طبعا كمهندس ومهندس كيميائي، مش من المنطقي ان احنا نبقى بنقرا في مره يعني لاحد العمليات المتعلقه بعمليه الضغوط ما نكونش ملمين بي اليونتس بتاعه البريشر. طبعا في يونتس بتبقى كومن، اليوم نص الكومن دي على مستوى العالم، اللي بيجي بقى في بنجد في البعض ساعات بيستخدم يونتس بتكون كده يعني غير مشهوره. فانا جبت دلوقتي اليونت اللي هي بتستخدم في كثير من الدول، الباسكال، والبار دي في الويست اوروب، والكيلو باسكال دي في استراليا، والميجا باسكال بتستخدمها الصين، باوند بسكوير انش بتستخدمها نورث امريكا، الكيلو جرام بير سكوير سنتيمتر
في الهند وكوريا، والانش اوف ميركوري دي في نورث امريكا. فطبعا الباسكال اللي احنا هو طبعا البار ده مشهور بنسبة كبيرة، فكله هنبتدي بقى بالبار. البار بيساوي حوالي 100,000 باسكال. طبعا الوان بار بالنسبة للكيلو باسكال بيساوي 100 كيلو باسكال، والميجا باسكال الوان بار بيساوي 0.5 ميجا باسكال، وهكذا. دي طبعا بالنسبة اللي هي أشهر وحدات اللي يهمنا فيها طبعا البار والباسكال والباوند بير سكوير انش، هنتعرض ليها كتير. دي جدول برضو بيشرح كثير بقى من الانواع الثانيه من الوحدات الخاصه بالبريشر، وبرضو التحويلات بتاعه درجه الحراره من السنتيجريد للفرنهايت ومن الفرنهايت للسنتيجريد. برضو لقيت ان هي من الافضل ان هي تكون موجوده معانا في شرح هذه الجزئيه. طب ايه هو الكمبريسور بقى؟ الكمبريسور ده ميكانيكال ديفايس، جهاز ميكانيكي او معده ميكانيكيه، دي بتزود البريشر بتاع الغاز بواسطه ان احنا نعمل ريديوسنج للفوليوم بتاعه او الفوليوم اللي بشغله. الاير كومبريسور بيعد نوع، برضو نوع معين او نوع يعني محدد من انواع الجاز كومبريسور. الكومبريسور طبعا زي ما قلنا ان هي بتشبه البامب، الاثنين بيزودوا الضغط على الفلويد. فالفلويد في حالة البامب بيكون ليكويد، وفي حالة الكمبريسور بيكون على هيئة غاز، ماشي، بحيث ان احنا ننقل هذا الفلويد خلال ايه، انابيب. الاستخدام بتاع الكمبريسور جازز ده مش محدود في الصناعات بس، ولكن بيستخدم في العديد من العمليات المصاحبة لعمليات التصنيع زي الويلدنج، عمليات اللحام والكونستراكشن وباور بلانتس والشيبس والاوتوموبايل بلانتس والبينتنج شوب. يعني حتى نلاقي مثلا الناس اللي هم بيدهنوا الحوائط والعربات وكذا، بيستخدموا طبعا الاير كومبريسور عشان يقوم بدفع عملية البنت وعمليات التنفس طبعا الموجودة في المستشفيات. فاستخدامات الكمبريسور متعددة طبعا، في العديد من انواع الكمبريسور، وكل حاجه كل نوع بيبقى مناسب للابلكيشن اللي هنستخدمه فيه. دي نظره عامه على وضع الكمبريسور في الصناعه. بنجد ان في المجال الصناعي الكمبريست اير بيعتبر رابع وسيله بيتم استخدامها في الصناعه بعد الكهرباء والناتشرال جاز والووتر، وان الطاقه الكهربائيه بيتم تخصيص من 8 ل 10% منها لصالح الكومبريسنج اير. الاير كومبريسور بيستخدم في العديد من الصناعات، بإيجاز ان هي ممكن تستخدم في تشغيل بعض المعدات زي الهامر والبريسر، الدقاقات والضواغط، ان هي بتستخدم كسبلاي بروس ريكويرمنتس، برضو بتبقى من ضمن بعض عمليات البروسيس ريكويرمنت، او ان هي ان احنا ساعات بنحتاج هاي بريشر لبعض الكيميكال رياكشن. الاير كومبريسور الافشنسي بتاعتها بقى دي مشكلتها ان هي بتبقى من 10 ل 30%، ماشي، من الطاقه اللي احنا استخدمناها. يعني احنا بتبقى دي طاقه تعتبر او افشنسي ضعيفه جدا. الريميننج باور دي بتتحول بقى لانيوزابل هيت، بتبقى البيت ال 10% اللي هي 90% او 70%، يعني بتبقى طاقه غير مستخدمه على هيئه هيت انرجي، وان بتضيع هذه الهيت انرجي في الفراكشن والمس يوز والنويز الضوضاء. فطبعا العمليه دي بتحتاج مزيد من البحث عشان نقلل هذا الفقد ونحسن البرفورمانس بتاعه الكمبريسور، وده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال الجزء المتبقي من المحاضره. بقى طبعا بتوسع استخداماتها في التطبيقات الصناعيه، فبنجد ان هي مستخدمه في العديد من الصناعات الكيميائيه، مثلا زي صناعات السيارات، الكيميكال، الفودز، الاساس، الصناعات العامه، صناعات الاخشاب والميتال والبتروليوم، والصناعات اللي هي البرايمري ميتال وصناعات الورق. برضه هنجد لسه برضه بعض الصناعات التانية، صناعة البلاستيك وهكذا، حتى في التنجيم وتوليد الطاقة.
فاستخداماتها زي ما احنا قلنا كده عديدة جدا في مجال الصناعة. طبعا زي ما احنا قلنا كده الافيشنس بتاعت بتبقى ضعيفة، عشان انتج من 7 ل 8 هورس باور، قصدي بحتاج من 8 ل 7 حصان كهرباء عشان انتج 1 هورس باور اير تول. يعني ساعات انا بستخدم الاير تول مثلا، بستخدم ضغط الهواء في تشغيل بعض المعدات بدل الكهرباء. فطبعا ان انا عشان انتج 1 هورس باور بحتاج من 7 ل 8، او بستهلك من 7 ل 8 هورس باور الكتريستي. طبعا دي بتعد احد عيوب هذه المعدات الكمبريسور، ولكن في اتجاهات كتيرة بتعمل اوبتمايزيشن تحسين لهذا الاداء. طبعا لازم يكون في عندنا المام بالسيمبلز، عشان لو احنا بنعمل فلوت شارت لاي عملية صناعية وداخل فيها الكمبريسور نبقى عارفين حسب نوع الكمبريسور هنحط الرمز بتاعه. ده مثلا ده السنترفيوجل، ده الروتري كومبريسور، ده الروتري بامب، فدي امثلة توربين بامب وهكذا. ضغط الغاز في ثلاث طرق ممكن نضغط بيها الغاز. اول حاجة ان يتم حجز كميات متتالية من الغاز داخل انكلوزر. الانكلوزر ده بيكون حاجة زي كده مثلا، زي هذا السلندر او الخزان اللي احنا هنعين في الهواء، تمام، مع ريديوسينج فوليوم. شوف الفوليوم قد ايه، لا احنا بنبتدي نعمل له حجز في مسافات، في منطقة الفوليوم بتاعها بيبتدي يقل، ده بيزود البريشر. بعد كده بنقوم بقى بعملية ايه، دفعه من خلال فتحة الخروج ككمبريسد جاز. يبقى ده اول حاجة، نضغط كميات متتالية من الغاز في منطقة او حيز محدود. الحاجة التانية بقى ان احنا ممكن نعمل ايه، نعمل نجيب كميات من الغاز نعمل لها عملية تراكم، تمام. يبقى عملية ايه هذا الموضوع ده، مش احنا عمالين نجيب كميات نضغطها في حجم، لا في نفس الحجم، نفس الحجم يعني البيستون ده هيرجع لورا، ونبتدي بقى نعمل ايه بوشنج لكميات من بره، من بره من بره تخش كده. فيبتدي بقى ايه، بدل ما في هنا 1 مول يبقى مثلا في 2 مول، في 3 مول، في 10 مول، يبقى الكميات المتتالية من الغاز بنقوم بضخها داخل هذا الانكلوزد فوليوم. اوكي، يعني احنا نتذكر ان البيستون مش هيبقى هنا، لان احنا ما بنضغطش الكميه، لا البيستون هيبقى مثلا هنا. اوكي، وبنقوم بس عمليه ايه الضغط ونزود الكميات. الكميات طبعا احنا عارفين ال 1 مول من الغاز بياخد بيشغل حوالي 22 وكسور من اللتر، فلما نحط بقى 3 مول و4 مول و5 مول فاحنا بنزود الضغط. اوكي، بعد ما بيزيد الضغط بنقوم بقى بنقل هذه الكمية من مثلا من هذه المنطقة الى هذه المنطقة، فده يبتدي يضخها تحت ضغط. ده اللي هو المقصود بهذا الباراجراف. الحاجة الثالثة بقى ان احنا ما بتبقاش بقى في هذا بالبيستون، لا بتبقى بالروتيتنج امبيلر زي اللي احنا شفناه في البامب. الروتيتنج امبيلر بيدي للغازات دي ضغط وسرعة. الطاقة المصاحبة للسرعة، الطاقة الإضافية المصاحبة للسرعة عن طريق مرور الغازات على الديفيوزر أو البليت بتتحول إلى ضغط إضافي للغاز. ده المقصود بالثلاث طرق لهذه الموجودين في هذه السلايد. الكمبريسور ممكن نقسمها غير التقسيمات اللي هي المعروفة اللي هي دي، لا نقسمها لطبقا تبعا للديسشارج بريشر. البريشر اللي احنا هناخده من الهواء هيتضغط لغايه قد ايه، فبنقول ان هاي بريشر اللي هو اكتر من 2000 كيلو باسكال. اوكي، او بالجرج احنا عرفناها كده، الباسكال بير سكويت قرش جرج اللي هو حوالي 290. انترميديت بريشر ده اللي بيساوي من 800 الى 2000 كيلو باسكال، اقل من 116 ل 290 باسكال سكوير انش جرج. او اللو بريشر من 100 ل 800 كيلو باسكال اللي بيساوي 14.5 ل 116 باسكال بسكوير انش جرج. اوكي، انواع بقى الكمبريسور زي البامب تقريبا بالظبط. عندنا بوسيتيف ديسبليسمنت والدايناميك اللي هو الروتيتنج في البامب. اوكي، فعندنا البوستيف ديسبليسمنت بتتقسم للريسبريكيتنج زي ما احنا شفناها برضو، السنجل اكت والدبل اكت. هنا بقى ما بيبقاش فيه موضوع البالنجر، لان البالنجر مع الهواء مش هيعمل حاجه، تقريبا مش بديه تاثير. انما هنا البيستون في السنجل اكت والدبل اكت والدايفرام هم دول ممكن يعملوا
وضحت. اوكي، يبقى لما نيجي نقول الكمبريسور بتختلف عن البامب في الريسبريكيتنج، لان هنا ما بيبقاش فيه البالينجر الاسلوب بضغط البالينج. ان الديسبوسبل ديسبلسمنت الروتري يبقى فيها اللوب والليكويد رينج والسكرو والفين، هنشوفهم بالتفصيل. فالديناميك عندنا السنترفيوجا زي برضه زي البامب والاكسيال. اوكي، الصاد اللي جايه بتوضح بعض النماذج، حاسس ان الواحد لو شافها في المحلات يبقى عارف من شكلها ان دي لوب، ان دي سكرو، ان دي الليكويد بامب، ان دي الفين. ودي يعني ده البوست اوف ديسبلسمنت بالاسم للروتري والريسبريكيتنج، ده اشكال الريسبريكيتنج ودي اشكال الروتري، وده بالنسبه للديناميك اللي هو الاجكتور والراديال والاكسيال. الريسبريكيتنج طبعا زي البامب بالظبط، ان احنا بنبتدي نعمل نتيجه التردد بتاع حركه الترددية للبيستون، بتبتدي نقوم اثناء تمدده رجوعه للاخر بيبتدي يشفط الهواء من الخارج، وبعد كده اثناء اندفاعه داخل السلندر دي بيقوم بضغط الغاز في الديسشارج لاين. البيست ديسبليسمنت ممكن تتقسم الى ريسبريكيتنج وروتر زي ما شرينا في الشكل كده. الكلاسيفيكيشن التقسيمه بتاعت الريسبريكيتنج ممكن تكون لاين واحد زي اللي احنا شفناه كده، ده لاين واحد، ممكن تكون في لاين يعني واحد هنا كده بيستون وهنا بيستون كفي لاين، تاندم بيستون كومبريسور سنجل اكتنج دبل اكتنج والدايفرام، هنشوفهم بالتفصيل. بس مميزات بقى اللي يقول ريسبكتنج كومبريسور، تستخدم على نطاق واسع ولها وايد رينج من الاحجام، يعني نطاق عريض من الاحجام ومن الاشكال. الادفانس بتاعتها هي تعتبر اكثر كفاءه لمعظم الابلكيشن، مع كاباسيتي كنترول، نقدر نعمل كنترول على الكاباسيتي، والبيستون يونت كان اوسو مينتين ذير افشنسي ات بارشال لود. والبيستون يونت دي ممكن تحتفظ بالكفاءه بتاعتها مع اوزان جزئيه. طيب جاز هاندل دي كان بيلت هاندل جاز، ان هي ممكن تتحمل حتى الغازات اللي بيصاحبها، ممكن تكون فيها غازات حمضية، فدي ممكن هذا النوع من البيستون يتحمل فرايتي او انواع كتيرة من الغازات، حتى الغازات الحمضية بيبقى ليها حلول. طبعا ميزتها كمان ان هي بيسهل عملية التشحيم، فده بيخلي في الحركة بتاعتها بتبقى سموث، وممكن تكون من ما بتحتاجش بعض التشحيم. البريشر هاي ديسشارج ممكن نحصل على ضغط عالي جدا عند منطقة التفريغ او منطقة الخروج. الديس ادفانتج عدم الاتزان، ماشي، دي اول حاجة اللي هو الفايبريشن، فبتدي عدم اتزان. Because this unit suffer from large inertia forces which need to shake the units constantly found is required. طبعا ان عدم الاتزان ده بيخلي في عمليه اهتزازات جامده او بتديها نوع ما من عدم الاتزان، فده بيزود عمليه التكلفه عشان نعمل عمليه نجابه هذه الحركه التردديه او عمليه الاهتزاز. برضو كمان بنجد فيها الفلوم ما بيبقاش كونتينوس كده بريت واحد، لا بنبقى عامل حقيقة نبضات. اوكي، فطبعا دي بتبقى احد المشاكل الموجوده بالنسبه لي او ديس ادفانتج بالنسبه للريسبريكيتنج كومبريسور. التوضيح بقى اللي احنا كنا قلنا عليه، ان احنا التو ستيج تو سيبريت سلندر are used when it is necessary to have two steps of compression. هنشوف كده التو ستيج لاحقا، ان احنا بنعمل عمليه الضغط على مرحلتين، كل ده بنعمله من اجل ان احنا نتجنب زياده درجه الحراره ونقلل او نعمل efficiency للطاقه المستدامه. في الدبل اكتنج اللي هو ديسكرايب يونت كيبل اوف كومبريشن اون بوث سايدز اوف بيستون، ان انا البيستون وهو رايح بيضغط وهو راجع بيضغط، فده الدبل اكتنج. الفي شيب اللي هو زي دوت كده، ادي بيستون الناحيه دي وادي بيستون الناحيه دي، الاثنين بيبقوا بزاويه 40 درجه مع الافقي.
الانتر كولينج، الانتر كولينج ده ان انا بعمل كولينج بالهواء، الكولينج بالهواء ده بيقلل، بيدوس التمبريتشر اوف اير، بيقلل درجه الحراره بتاعت الهواء المضغوط، واحنا زي ما هنشرح كده في المالتي كومبريسور ان احنا عمليه زياده الضغط، زياده حراره الهواء دي بتعمل مشاكل كتيره جدا في عمليه الكومبريسنج. حاجة تانية، انتر كولينج بيعمل ريدكشن للفوليوم، احنا عارفين احنا مع التبريد الغازات بيتم انضغاطها، فريديوس فوليوم اوف اير بي كومبريسد ان ذا سكسيدنج سيت، ان هو بيقلل حجم الهواء في المراحل التالية وبيوفر الطاقة زي ما قلنا. السنجل اكتنج كومبريسور جيولوجيكالي لوبريكيتد كومبريسور ويتش هاز بيستون وركينج اون اير اونلي اون واي دايركشن، زي ما احنا قلنا كده في الشكل احنا وريناه البيستون رايح في اتجاه واحد. The other end of the piston is often free or open which does not perform any work. الناحية التانية بقى من أو النهاية التانية من البيستون ما بيبقاش ليها أي وظيفة. زي ما عشان كده البيستون هو طالع، فالحركة دايما بتكون في اتجاه اللي هو ادي البيستون اهو، هو طالع كده، الناحية دي ما بيبقاش فيها ليها أي وظيفة، ماشي؟ إنما الدبل أكتنج بقى بيضغط في الناحية دي وبيضغط وهو رايح الناحية دي. The air is compressed on the top part. الهواء بيتم ضغطه على التوب بارت بتاعت البيستون، البوتن بيستون الناحية البوتن بتاعته بتبقى مواجهة للكرانك شافت، فتبقى ملهاش أي وظيفة في عملية هذا الضغط. لو حبينا نشوف الحركة كأنيميشن توضح لنا ازاي بيشتغل، زي ما كده ادي البيستون اهو، تمام، بضغط الهواء ادي عمليه السحب، الفالف ده بينفتح يسحب الهواء، وفي هذه الحاله بيضغط بينفتح هذا التشيك فالف. دي طبعا ده البيستون وده السلندر، تمام، ودي دي اسمها الشنابر اللي هي بتعمل عمليه منع ان الغاز يهرب من هنا فتزود كفاءه الضغط. دي كانت جزء انيميشن بيوضح الحركه بتاعه ضغط الغازات. الكمبريسور التالي اللي هو الديافرام، الديافرام كومبريسور عامل تقريبا زي الديافرام بامب، ان احنا بنستخدم اللي هو بيطلق عليه ميمبرين كومبريسور، حاجه عامله كده زي الغشاء بس هنا بتكون ساعتها هنا بتبقى ميتال، والميتال دي بتقوم بسحب، ادي الميتال اهي، ادي الميمبرين عباره عن تقريبا 2 ميتال فوق بعض، وبيحصل لها ادي روتيتنج شافت والبيستون عليه اللي بيقوم بسحب هذا الممبرين فيزود الفوليوم، وبعدين يروح طالع ضغطه فيبتدي بعمليه الايه الطرد. هنا بعد عمليه السحب لما بيكون نازل لتحت، وادي لما بيطلع لفوق بيقوم بعمليه إيه الضغط. لو احنا شايفين كده ادي الكرانك شافت بيدور وعليه كونكتنج جروت، تمام، وادي الكروس هيد على الكونكت كروت. نشوف بعد كده بقى اللي هيحصل. ادي بقى ايه ده الجزء ده، شوف زي ما احنا شوف كده، ادي الممبرين طالع ونازل، هنا في مرحله السكشن او الشفط، وادي مرحله الطرد، يروح رافع الممبرين يقوم بعمليه ايه الطرد، اوكي، والحركه تبقى في حركه روتيشن. زي ما احنا شايفين كده الممبرين ده ميزته بقى ان هو بيمنع اي تسريب زي ما هو موجود في البمب، ماشي، هنا العملية مغلقة جدا فبيمنع أي تسريب وبيدي كفاءة في عملية الإيه في عملية الكومبريشن. الديفرام بامب الخاصة بتاعته إن الجاز بيتم سحبه إن كونتاكت ويز ميتال ديفرام اللي إحنا شرحناه، الغشاء اللي هو الميتال، الغشاء ده أو الغاز اللي بيتم ضغطه ميبقاش فيه أي نوع من أنواع من الزيوت، بيبقى نقي جدا لأن العملية بتبقى محكمة مش محتاجة أي إلحام. طبعا زي ما قلنا مفيش نو ليكج أوف جاز انتو ذا اتموسفير. الديافرام بيفصل الغاز كومبليتلي من الاويل، عشان كده بيشتغل بدون اي سيلز زي الباكت سيلز اللي احنا شايفينها كده او الميكانيكال سيلز، وده بيؤدي في الاخر الى توفير الطاقه، ده اللي هو ايه السيلز اللي بيتحرك لو كان في شافت بيتحرك او بيدور ما بين هذه السيلز، ف ده بيوفر لي في الطاقه، ودي حاجه من اللي بيمتاز بيها الديافرام يونت.
كومبريسور التالي اللي هو الروتر سكرو. الروتر سكرو عامل زي السكرو، بس احنا هنا بيبقى في عندنا اتنين سكرو هيليكال قصاد بعض، الحركة بتاعتهم هو بيشفط من اتجاه وبيطرد من الاتجاه التاني. بيبقى في حاجة اسمها روتر تيمنج جير، دي بتقوم بعملية الاتزان وتوجيه كل جير، الاتنين بيتحركوا قصاد بعض فلازم يكون في سنكرونايز ما بينهم. بيبقى في طبعا جاب ما بينهم بيتم حصر وضغط الهواء خلال هذه الجاب الصغير. طبعا دي بتكون شائعة في الكوميرشال والاندستر ابليكيشن في على نطاق، بحيث ان هي بتعمل لارج فوليوم اوف هاي بريشر، اللي هو احنا محتاجين كميات كبيرة وتحت ضغط عالي، فده بيوفر لي هذه الامكانية. الغاز بينتر ات سكشن سايد اند موف ثرو ذا ثريد، الغاز بيخش من السكشن سايد وبيتحرك خلال هذه الثريدز هذه السنون. طبعا دي بتبقى ووتر جاكت بيعمل عمليه تبريد، احنا قلنا الحراره بتاثر على كفاءه الكومبريشن، بيتحرك من خلال بقى بيتحصر خلال السنون بتاعه السكرو الاسنان السكرو، وبعدين بتقوم بعمليه دفع الجاز للاند في مرحله الخروج. طبعا بيكون في هنا رمان بيلي بيدي الحركه نعومه برضو واتزان. عندنا الروتر سكرو عندنا نوعين، اويل جاكيت واويل فري. بيبقى ساعات زي ما احنا شايفين كده، ده بيعتبر اويل فري، وفي طبعا تاني بيعتبر اويل جاكيت، بيكون في زيت للانجكشن. هنا هنشوف كده في الفيديو التشغيل بالظبط. انا اسف كنت ناسي ان في فيديو ليه. ادي الانلت بيتم حصره ما بين الاسنان بتاعه السكرو وبيتم خروجه من الاوتلت من هنا. يبقى الانلت من هنا سوري، والدخول والخروج بتاعه الهذا المضغوط على هذا من هنا. اوكي، مميزاته انه هو مفيش ضوضاء كتيره. زي ار كولد ورك هورسز از سبلاي لارج اماونت اوف، يعني زي ما بيقولوا ايه، انا اسف يعني مش قادر اعبر لفظ بالعربي، انما هو بيمدني بكميات كبيره من كومبريسد اير. عايز اقول حصان تشغيل، يعني مش عايز اقول اللفظ التاني. طبعا كفاءه في استهلاك الطاقه بمقارنه بالبيستون تايب. طبعا بيديني اير سبلاي كونتينوس برضو مقارنه اللي هو بيبقى هناك بيبقى بالسيتنج. ريليتيفلي لو اند تمبريتشر كومبريسر، طبعا برضو بيعتبر اقل في درجه حراره خصوصا لو كان في عمليه لوبريكيشن. الديس ادفانتج بيعتبر اغلى، والكومبلكس بتاعه بيبقى التصميم بتاعه بيبقى مور كومبلكس اكثر تعقيدا، بيلزم ليه صيانه عشان برضو نتجنب عمليه الويرنج والتاكل وهكذا. يجب ان احنا لو هنوقفه على الاقل نشغله يوم في الاسبوع عشان نتجنب عمليه الايه الراستنج. الروتيتنج او الروتر سكرول ده واحد من افضل الكمبريسور لما يكون مش عايزين كميه هواء كبيره او لو ماس فلو ريت. بيتكون من اتنين سبايرال فينس متصلين ببعض على هيئه سكوب فورم. هنشوفهم كده افضل بدل ما احنا نشرح كده نظري، اما نشوف طريقه تشغيله افضل وبعد كده نبتدي. زي ما احنا شايفين كده اهوت، ادي الاثنين سكرول زي ما احنا شايفين، اللي هو بيتكون من اثنين سبايرال فين. ادي الاثنين سبايرال فين، ادي واحد وادي الثاني، بيتحركوا حول واحد فيهم بيبقى ثابت اللي هو ده، والتاني بيتحرك حواليه حركة لا مركزية أو دوران حول محور، بس الدوران ده لا مركزي. بنجد إن في مناطق أثناء عملية السحب بيتم السحب على منطقة واسعة، وبعد كده تبتدي تضيق لغاية ما يخرج من هنا بعد ما يتم ضغطه. هنشوف كده. ايوه، الجزء الاحمر ده اللي هو جزء الايه؟ اللي هو بعد ما تم ضغطه وهيخرج من هنا. هنا هو دي بيقوم بعمليه السحب. نشوفها تاني. شايفين؟ بص الجزء ده هتلاقيه رايح جاي كده لنتيجه الحركه بتاعته. ماشي؟ ادي بيبتدي تكبر اهي،
وبعدين يبتدي بعد كده يضغطها، فيبتدي بقى ايه الفوليوم يقل، إيه زي ما احنا بنقول ان الغاز لما بتبتدي تقلل الفوليوم فانت بتضغطه، فهو بيسحب على فوليوم كبير، وبعدين بعد كده مع الحركه يبتدي الفوليوم ايه زي ما احنا شايفين كده ادي اهو عمال يقل 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 لغايه ما يدخله هنا، يبتدي يخرج من هنا تحت ضغط. طبعا ده زي ما قلنا ده بيكون معتبر مناسب للفلوريت اللي هو بكميه قليله، اللي هو زي ما قلنا ايه لو اس فلو ريت، واحنا شرحنا كده دي الحركه بتاعته اللي احنا كنا ايه بنوصفها على الانيميشن. طبعا ان الحركه بين اتنين سبايرافين بتبقى حركه سموث، فبتخليه افيشنت اكتر من اي كومبريسر تاني. الحركه طبعا كل ما بتكون سموث بتدي برضو تقليل في كميه الطاقه المستهلكه. الادفانتج طبعا فيري كويت، هادي جدا، كومباكت، الحجم بتاعه بيعتبر صغير، بيكون الديزاين بتاعه سيمبل، ما بيحتويش على اجزاء كتيره، وبيكون اويل فري ديزاين، ما محتاجش الى عمليه تزييت عشان نخلي الحركه سموث، لان الحركه سموث طبعا. الادفانتج الكباسيتي بتاعته قليله زي ما قلنا كده، هو مناسب للكميات او ضغط كميه قليله من الغازات، يعتبر نوعا ما غالي. طبعا لو حصل اي فيلر او في فشل في التشغيل نتيجه ان السبايلر ده حصل له مثلا نقول انبعاج نتوء، فانت بتحتاج ان احنا نشتري نيو سكرول اليمنت لو الجزء القديم ايه اصبح فيه مشكله، حتى لو ما فيش مشكله كبيره، انما نتيجه ان في اي فيلير في الاداء بنحتاج ان احنا نغير هذا السكرول على طول. التمبريتشر اوف كومبريسد اير بتعتبر عاليه، تمام، ودي مشكله من مشاكل التشغيل بتاعته. الفين كومبريسور زي الفين بامب بالظبط، بتتكون من سيفرال روتيتنج فين او بليتس اللي هي بتبقى متصله بالروتر. اتس وان اولدست كومبريسور، دي بتعتبر واحده من اقدم انواع الكومبريسور اللي بتستخدم حتى الان في عديد من التطبيقات. ليها هاي ميكانيكال افشنسي بتبلغ حوالي من 80 ل 90%. لو البامب دي لوبريكيتد هيبقى في سيم فيلم اوف اويل بتوين الفين او الهاوسنج، هيبقى يعني الماكينه دي متصممه ان هي تكون لوبريكيتد بالاويل، بيبقى في طبقه صغيره او فيلم صغير رفيع كده او مش يعني خفيف كده ما بين الفين وما بين الهاوسنج بتاعت اللي هي الكمبرسور. الاير بيخش سوق القلت وبيتم حجزه بتوين الفين، مع دوران الروتر الفوليوم اوف ترابد اير بيصبح بيبتدي مع دوران الفين زي ما احنا شفناها كده في البامب، بيبتدي الفوليوم يبتدي بقى يصغر سنه مره يعني جرادولي بالتدريج كده، فده بيزود في عمليه الضغط او البريشر بتاع الاير او الغاز. طبعا زي ما قلنا كده الريدكشن اوف فوليوم بيرفع الايه البريشر. هنشوف الفيلم احسن زي بالظبط احنا شفناه في البامب، ادي الفين تمام، احنا بنبتدي ناخد على فوليوم كبير ادي هو داخل اهو داخل اهو، شوف الفوليوم قد ايه، ونبتدي بقى الايه الفين دي احنا زي ما شفنا كده في البامب ان هي ده مجرى بتجرى فيه الفين ماشي، كل ما بتدور حركه الفين حركه برضو لا مركزيه، دوران لا مركزي اللي هي مايله في اتجاه وبعيده عن اتجاه تاني، فده بيدي فرصه لان الفين تبتدي يحصل لها الونجيشن اطاله في اتجاه البعيد، فتبتدي تسحب كميه الايه الهواء، ومع اقترابها من المركز اللي هو القريب من الهاوسنج او جسم الكمبريسور بتبتدي بقى تدخل داخل المجرى بتاعها، وتبتدي كميه الايه قصدي حجم المتاح للهواء يقل، فيبتدي عمليه ايه ضغط الهواء ويخرج من اللي هو المخرج الخاص بالكمبريسور وتحت ضغط زي ما احنا شايفين كده. ادي احنا في المنطقه الفوليوم الكبير بيسحب هواء، وادي زي ما في منطقه الخروج بيخرج ايه تحت ضغط اللي هو تحول للون الاحمر، ونلاقي ان هو تمام تحول للون الاحمر، احنا هنا بنلاقي باللون الازرق اللي هو الهواء بيبقى بارد مع ضغطه زي ما قلنا بتزيد درجه ايه الحراره وبيخرج لي من هنا. اوكي
طبعا الفين ار اوفن سمول بيسز اوف كربون فايبر، بتبقى مصنعه من الكربون فايبر او من الجرافايت، كومبوزيت من الجرافايت. طبعا ممكن تتصنع برضو من ديفر ماتيريال، بتعتمد على التطبيق. ادي الانلت الفوليوم كبير، وادي الاوتلت الفوليوم بيكون ايه اقل. اوكي، طبعا الادفانس بتاعتها ان هي سهل في الصيانه وتصميمها بيعتبر بسيط. النوع التالي من البوزيتيف ديسبيسمنت روتري بامب اللي هو اللوب تايب. في اللوب تايب ده بيتكون من اتنين روتور بيتم ادارتهم خارجيا. بدأ يعني نشوف احسن قبل ما نبتدي في الشرح، نشوف فيديو افضل. زي ما احنا شايفين كده، ده في حالة البامب برضو زيه في حالة الكمبريسور، لان ما لقيتش فيديو خاص بالكمبريسور، فهو نفس التصميم. احنا زي ما احنا شايفين كده اللو بريشر جاز بقى هيبقى انلت، وبيتم ضغطه ما بين هذا الاثنين روتر، ده الروتر وده الروتر، ومتركب عليه اللوب. ماشي، اللوب ده هنشوف ليها ثلاث اشكال في الاداره. المهم ادي الحركه، بيتم ضغطه و خروجه من هنا. ادي الفوليوم بيبتدي يقل لغايه ما يبتدي يزيد الضغط ويخرج من هنا. طيب احنا شفنا كده نظريه عمله، اللي بيحصل ان وان روتر بيكون كونكتد تو درايف والتاني بيكون كونكتد تو جير. اوكي، فواحد بيتحرك عن طريق الدرايف، العمود اللي بيتم ضغطه متصل بالموتور، والتاني بيكون بياخد حركته من عن طريق جير. التو روتر بيكون ممكن تكون فيها اتنين لوب، او ممكن يكون فيها ثلاثة لوب. ممكن يكون اللوبز دي متركبة على بعض ازاي، ايبيكو كولويد او هايبو كولويد او انفولايت بروفايل. في الكولويد اللي هو بيكون فيه الترس فوق، او الروتور عليه او عليه اللوب فوق، وفي لوب او روتور لوب تحتيه. او ان يكون في الهايبوكولويد يكون الجزء اللي بيدور تحت اللي هو الروتور تحت، والروتور الثاني بيبقى اعلاه، او يكون في تداخل انفولايت زي ما احنا شفنا في الانيميشن اللي موجود دلوقتي، في تداخل ما بين الاثنين. تمام، دي النظام عمل اللوب تايب كومبريسور. طبعا بيكون في سمول كليرنس بتكون ما بين اللوب وما بين الجسم بتاع الكومبريسور، عشان تعمل تقلل من عمليه الويرنج، بس ده بيخلي فيه عمليه تسريب لبعض الهواء اللي بيقلل من كفاءه هذا الكومبريسور. زي ما شفنا كده بيبقى في كليرنس ما بين هذا اللوب وما بين الجسم، فده بيدي تسريب لبعض الهواء فبيقلل من كفاءة هذا الكمبريسور. ده اللي هو النظام التداخلي، انه ممكن يكون ده بيبقى جه فوق ويكون التاني تحتيه وتتم الإدارة، او يكون ده تحت ويكون التاني فوقيه وتتم الإدارة من تحت، اللي هو زي ما احنا شفنا كده اللي هو بنظام الايكوكولويد او الهايبوكولويد. الدبل اكتنج اللي احنا كنا اشرنا ليه ان البيستون ممكن يكون في اتجاه اللي هو الوان اكت، اللي هو بيكون الضغط في هذا الاتجاه، لا ده ممكن وبنفقد هذا الجزء من حركه البيستون. لا، في البيستون بقى اللي هو دبل اكتنج، اللي هو في كلتا الحالتين بيضغط، وبيعتمد بقى على الشيك فالف، ان انا في حاله السحب ده بيفتح ويروح ساحب، وده اثناء رجوعه بيروح فاتح دوت ويروح ضاغط الهواء، وهو بيتحرك للامام هيفتح دوت يبتدي يسحب الهواء ويخرج الهواء المضغوط من هنا، فده طبعا بيزود الافشنسي بتاعه الريسبريكيتنج كومبريسور عن طريق الدبل اي اكتنج. بنصل الان لاخر نوع من الريسبريكيتنج اير كومبريسور اللي هو المالتي ستيج. احنا بيبقى عندنا الوان ستيج ليه مشاكل، فتم تلافي جزء كبير من هذه المشاكل عن طريق صنع كومبريسور بيتم تشغيله على مالتي ستيج. المالتي ستيج دوت المقصود بيه ان احنا نعمل ايه؟ نعمل زيادة للضغط ان هو يكون مناسب للابليكيشن، بتتطلب ضغط حتى 300 كيلو باسكال او اعلى.
بس بيصاحب هذا الضغوط العالية إن إحنا نعمل توفير في الطاقة ونحد من عملية بقى ارتفاع درجة الحرارة مع الغاز الهواء المضغوط اللي خارج من الكمبريسور، ولأن الهواء المضغوط الحرارة العالية دي بتعمل إيه؟ بتعمل فابوريزيشن للوبريكيتنج زيت التشحيم اللي هو بيقلل عملية الويرنج داخل هذا الكمبريسور، فهو بخفض درجة الحرارة دي يخلي درجة الحرارة محدودة بيمنع هذا العملية الفابوريزيشن، لأنه برضو زي ما كده ما بيوصلش درجة الحرارة تبقى تو هاي. الحاجة الثالثة بيقلل عملية البريشر ديفرنس داخل السلندر بتاعة الكمبريسور. بيقول من الشائع عمليا ان اثناء المالتي ستيج ان بيتم تبريد الهواء او الغازز ما بين الستيجز، احنا عندنا مثلا ممكن يكون 2 ستيج 3 ستيج ما بين كل ستيج والثانيه بواسطه حاجه اسمها الانتر كولر. الانتر كولر ده لما بيعمل تبريد بيعمل توفير في الطاقه. ليه بنلجأ لاستخدام المالتي ستيج كومبريسور او الكمبريسور متعدد المراحل؟ ان درجه الحراره ارتفاعها بيؤدي الى وجود محدوديه او قصور في الضغط اللي احنا المفروض عايزين نوصل له. الحاجه الثانيه ان درجه الحراره المفروض ما تزيدش عن 150 درجه مئويه وما تزيدش عن 135 لما نكون بنتعامل مع الهيدروجين كضغط ليه. الماتسيش سنترفيوجل كومبريسور دي بتضغط الاير للضغط المطلوب من خلال برضو عده مراحل بتبقى مناسبه في حالة السنتر فيوجل كومبريسور. الانتر كولر اللي بيبقى مستخدم بتوين كل ستيج ده بيعمل عملية ازاحة للحرارة وبيخفض الحرارة بتاعة الغاز، عشان كده الغاز ممكن نضغطه لهاير بريشر بدون اي ارتفاع في درجة الحرارة خلال الانتر كولر. غالبا بيتميز المالتي ستيج ان الكمبريسور او الستيج الاولاني بيكون البيستن بتاعها بيكون اكبر من البيستون في الستيج الثانية، لأن ده بيديني برضو إمكانية أن أضغط كمية كبيرة وممكن أستخدمها مع سرعات أقل. ده رسم ممكن بيوضح أكتر إن أدي السكشن عملية الشفط للهواء وأدي الستيج الأولانية. طبعا هنا ما بانش في الرسمة إن ده بيكون أكبر من دوت، بتخش على الإنتر كولر بيفقد الحرارة وبعد كده يتم ضغطه تاني ويخرج تحت ضغط عالي. عشان تتم هذه العملية بيرفكت انتر كولر بنلاحظ ان احنا في الورك الشغل المبذول في التو ستيج بيكون مساويين لبعض، والاير في الانتر كولر بيتم تبريده، الاير بقى اللي هو المضغوط اللي هو داخل هنا بيتم تبريده بحيث انه يرجع لدرجه الحراره اللي هو ده كان داخل بيها، وما بيحصلش فقد في الضغط ما بين المرحلتين داخل الانتر كولر. ده بقى رسم بيوضح اكتر، احنا شايفين كده ده البيستم بيعتبر اكبر ما بين البيستم والبيستم دوت، الاثنين بيتم ادارتهم بنفس الموتور، وادي اللي بيخش من هنا، ادي التشيك فالف اثناء عمليه السحب واثناء عمليه الطرد، هو ده في عمليه كده قافل وده في عمليه الطرد او عمليه التفريغ، يخش على الانتر كولر بيتم تبريده بيفقد درجه الحراره اللي هي الزياده، وبعد كده بيخش على البيستون الصغير. ده يمكن البي في دايجرام هنلاحظ حاجه، ادي دي مرحله اللو بريشر سلندر اللي هو الضخم او الكبير، وده الهاي بريشر سلندر. طب ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ هنيجي نمشي مع ديت، هنلاقي من واحد لاتنين ماشي، دي عمليه السكشن من واحد لاتنين السكشن للو بريشر، من اتنين لتلاته، من اتنين لتلاته دي عمليه الكوبريشن اللي بيتم فيها الضغط المنخفض، تمام؟ من 2 ل 3، من 3 ل 4، 3 ل 4 العمليه بقى ايه اللي هو طرد الغاز المضغوط ويبعته للانتر ويرسله للانتر كولر. من 4 ل 5 لغايه هنا بقى ما بيوصلش ل 3، من 4 ل 5 دي اللي بيحصل فيها اللي هو عمليه طرد الحراره في الانتر كولر، اما بسواء الووتر كولد ووتر او بسبب تبريد الهواء. بعد كده بنبتدي بقى نلاحظ الارتفاع الضغط تاني اللي هو ده من 5 ل 6 اللي هي عمليه الضغط داخل الهاي بريشر سلندر، و7 دي عمليه الايه التفريغ اللي هو الضغط الناتج. بنلاحظ هنا ان احنا حصل ايه؟ حصل تقليص للفوليوم هنا
اللي هو الكومبريشن اللي هو البيستون الصغير، ما وصلناش لهذا الفوليوم زي دوت، وخدنا الضغط العالي اللي احنا عايزينه، فحصل في هذه المرحله ورك سيف ديو تو انتر كولينج. اوكي، يمكن هتكون باينه هنا ايه في الرسم. ادفانتج اوف ستيج زي ما قلنا كده، الورك داون ان كومبريسنج اير بيكون الشغل المبذول بيكون اقل، عشان كده بيحصل فيه توفير في الطاقه، بيمنع او بيحد من الميكانيكال بروبلم نتيجه ارتفاع درجه الحراره. زي ما قلنا مثلا ان الزيت لو اتبخر فممكن يحصل ويرنج، فده ممكن يؤدي لميكانيكال بروبلم. السكشن اوف ديليفري فالف ريمينز از كليلر كونديشن. ليه؟ لان الفالفات اللي هي موجوده داخل جسم الكمبريسور ما بيحصلش تبخير للزيت، فما ده بيأديش ليه ان هي يحصل ليها تراكم للزيت، ويحصل بعد كده بقى مع ارتفاع درجة الحرارة تلاقي ايه اللون اسود وتكون حاجة زي مولو زي السوتس او الهباب. الحاجة التانية الماشين بتاعتها بتعتبر اصغر وبيحصل فيها وبيكون فيها توازن، لان احنا قلنا برضو ان من ضمن المشاكل الفايبريشن اللي بتكون موجودة في ريسبريكيتنج كومبريسور. الايفكت فروم ويتشر كان بي هاندل بيتر، اللي هو ان هو يقدر يستحمل الرطوبه، ده بيكون بيقدر يتحمل اكتر عن طريق ان احنا نقدر نعمل تفريغ لكل مرحله لوحدها. الكومبريشن ابروتش نير ازوسيرما، احنا قلنا في الازوسيرما اللي احنا شرحناها في اول هذه المحاضره، اللي احنا بنقدر نعمل سحب للحراره من جسم الماكينه، فنقدر نحافظ على ان الحراره جوه تكون كونستانت اللي هو عند الايزوثيرم. الكمبريشن ريشيو ات ايتش ستيج از لوور ذان از لوور وين كومبيرد تو سنجل ستيج. الكمبريشن ريشيو بتعتبر اقل مقارنه بالسنجل ستيج ماشين. الاجزاء بتاعته بتكون خفيفه الوزن، بتصنع من الومنيا او من ماتيريال تانيه، بتكون اقل في التكلفه وبيكون سهل صيانتها. دي مقارنه ما بين الريسبريكيتنج كومبريسور والروتري كومبريسور اللي هو في البوزيتيف ديسبليسمنت. بنجد ان في الريسبيريكيت كومبريسور الاير عمليه الضغط الهواء بتاخد مكانها او وضعها او بتتم من خلال البيستون اللي بيضغط الهواء داخل السلندر عن طريق الحركه التردديه بتاعت البيستون. انما هنا الكومبريسور بيتم نتيجه الدوارد البليتس بتاعت اللي هو بيقوم بقى بعمليه الازاحه للهواء عن طريق بليتس او حركه البليتس الدائريه. هنا عمليه الدليفري للهواء، عمليه ان انا يضغط الهواء ويتم بالامداد بالهواء، بتكون يعني مش منتظمه او فيها تذبذب، انما هنا بنجد ان الدليفري للهواء بيكون كونتينوس. الدليفري بريشر بيكون هنا ضغط الهواء بيكون عالي، بحيث ان احنا بنجد ان البريشر ريشيو بتكون عاليه. هنا الدليفري بريشر بيكون اقل، البريشر ريشيو بيكون اقل. الفلو ريت بتاع الهواء بيكون اقل، يعني انا لو عايز كميه هواء في زمن قليل مش هجدها بهذا الكمبريسور، بينما هجد الفلو ريت، هجد كميه الهواء المضغوطه بتبقى اعلى، بس بيعيبها ان الضغط ما بيوصلش لنفس الضغط العالي. يعني سرعه الكمبريسور طبعا بتكون قليله عشان وجود ان بالانس فورس، انما السرعه هنا بتكون عاليه نتيجه ان في بالانس ممتاز. السبريكيتنج اير كومبريسور هنا بيحتوي على العديد من الموفينج بارتس، فده بيؤدي برضو لكثره المشاكل الميكانيكيه، انما هنا بتكون الموفينج بارتس بتكون اقل بالنسبه لهنا. هنا بيحتاج طبعا تشحيم ومحتاج صيانه اكتر، هنا التشحيم بيكون اقل والصيانه بتبقى اقل. نتيجه ان اللو سبيد اوف روتيشن ما نقدرش نعمل الكانتي بي دايركتلي، نقدر نعمل ازدواجيه مع الموفر الاساسي، لكن احنا لازم نعمل ريدكشن سبيد عشان نعمل هذا ايه، عشان نعمل عمليه الكابلنج مع الموفر الاساسي. هنا ما بنحتاجش، احنا ممكن نعمل الكابلنج ده دايركتلي مع الموفر البرايمري او برايم موفر. طبعا ده بيكون افضل استخدام ليه لو احنا عايزين كميه هواء مضغوط مع اقل كميه مع اعلى ضغط، انما هنا بيكون مناسب لو احنا محتاجين كميه كبيره مع ضغط اقل من هذا. في بامب ممكن تعتبر
كريسبريكيتد كبامب، بس تختلف في الشكل بتاعها، اللي هي الايونيك ليكويد بيستون بامب. ان انا بستخدم بقى البيستون اللي احنا المعروف بيكون البيستون ده مصنوع من ميتال، اللي هو بيقوم بعمليه ضغط الغاز او ضغط الاير. انما احنا في هذه الحاله البيستون ده بيتم احلاله بليكويد. الليكويد دوت بنستخدمه لو عايزين نعمل ايه، عايزين نعمل ضغط للهيدروجين. الهيدروجين طبعا بيتضغط عند ضغوط عاليه جدا، توصل حتى 450 بار. فطبعا عشان اضغط عند هذه القيمه للضغط، ممكن يتولد عندي في البيستون اللي هو الميتال درجه حراره عاليه، تروح مولعه تعمل اجنيشن، تعمل اشتعال للهيدروجين. فبنستخدم ايه، بنستخدم ايونيك ليكويد. الايونيك ليكويد ده بيكون ليه شحيح، الهيدروجين بيكون شحيح الذوبان فيه، وهو اللي بيقوم بالضغط على الهيدروجين. عامل كده زي مثلا زي ما بيقولوا الميه كده، اما بتنزل في قاع المحيط او قاع البحر تلاقي الميه بتضغط عليك، فبرضه هو اللي بيضغط على الهيدروجين اللي هو الايه، هذا الليكويد. طبعا ده طبعا نتيجة ان بيتم التخلص من الحرارة الناتجة اثناء ضغط، جاست ان هي ظهرت او جاست ان هي اول الحرارة ما بتنتج بيتم التخلص منها اول باول. فان يكون تواجد الهيت اكستشينجر اللي بنستخدمها مع النورمال بيستون اللي هي بتبقى من الميتل عشان تعمل على ازاحة ليها الحرارة، هنا احنا ما بنحتاجش، لان الليكويد ده اللي هو الليكويد بيستون بيقوم بالتخلص من الحرارة أولا بأول. وده بيدي بقى إيه، إن بيتم استغلال الطاقة تقريبا يعني بنسبة 100%، وما بيبقاش في وسط من الحرارة، وسط من وسط للطاقة بدون استخدام، يعني استخدام الطاقة هنا بيكون عالي الكفاءة، وده ناتج عن الريجكشن بتاع الهيت. يعني ان معلش هنا ان اقل كميه طاقه ممكن تكون وستد. بناتي بقى للنوع الثاني من الكمبريسور اللي هو الديناميك كومبريسور. ده من الكمبريسور زي ما احنا قلنا كده بنعتمد على روتيشن لامبيلر. الروتيشن امبيلر ده بسرعه عاليه بيضيف فيلوستي وبيضيف بريشر للفلويد اللي هو انا بيعتبر هنا الجازس. طبعا ده بيستخدم على نطاق واسع في الكيميكال اندستري والبتروليوم ريفاينر في عمليه تكرير البترول لبعض التطبيقات. عندنا نوعين من الديناميك اللي هو السنترفيوجل والاكسل. ده طبعا الاكسيال، النوع الثاني ده السنترفيوجل زي البامب بالظبط، ادي السكشن عمليه الشفط او السحب، وادي الامبيلر. الامبيلر بتدور بسرعه عاليه نتيجه بقى الحواف دي، بتقوم بضغط الغاز ما بين الامبيلر وما بين الكيسنج الكمبريسور هاوسنج دوت، الكيسنج بتاعت الكمبريسور، ويخرج من الجهه المقابله مضغوط الادفانتج بتاع هذا بسرعه النوع من عاليه. الكمبريسور ده في ان هي السنترفيوجل، لما نقارنها بالانواع الاخرى من الكمبريسور تعتبر يعني حركتها فيها رشاقه واخف وسهل في عمليه التصنيع. ما بتحتاجش اي دعم مالي خاص، لان هي بتعتبر عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ويمكن الاعتماد عليها. بتتكون من عدد قليل من الرابنج بارتس، عشان كده ما بتحتاجش زيوت للتشحيم بطبيعتها. طبعا بتولد هاير بريشر ريشيو بير ستيج زان اكسيال فلو. السنتر فلو بتعتبر يعني اكثر كفاءة في عملية توليد الطاقة بالنسبة للاكسيال فلو كومبريسور. الديس ادفانتج ان هي بتبقى محدودة قوي في كمية البريشر، ومتعتبرش مناسبة لعملية ضغط الغاز على هاي بريشر او هاي كومبريشر. طبعا هي بتتحرك على سرعة عالية، فبتحتاج طبعا ان هي تكون يعني تربيطاتها او عملية محكمة التربيط وزي كده اللي هو زي المسامير اللي هو الجسم بتاعها يكون محكم جدا. طبعا هي بتبقى برضو حساسة لعملية التوقفات المفاجئة او اي اعاقات ممكن تعيق عملية اثناء دوران الامبرر على هذه السرعة. الابلكيشن بتاعها ممكن نستخدمها في عمليه كومبريسد اير او جاز. السنتر فيوجل كومبريسور دي واحد من اكتر
الكمبريسور اللي هي بيكون في بساطة في عملها وفي كفاءة عشان تنتج لي كومبريسد اير. طبعا هي بتعتبر مناسبة لما أكون أنا عايز كومبريسد اير في ثبات في عملية الاستخدام، ما يبقاش بقى في عملية إنتاج الهواء أو الغاز المضغوط في تذبذب، وإن هو لو أنا عايز كده حتى أزود يبقى عندي إمكانية إن أنا أحتاج زيادة بتكون مناسبة ليا لأن بتديني سرعة في ضغط الغاز. برضو ممكن استخدمها في عمليات الصناعات الغذائية. ليه اللي بستخدمها في الصناعات الغذائية؟ لأن ما بيبقاش عندي عملية تزييت أو تشحيم للأجزاء الداخلية بتاعتها، فمش هتعمل لي تلوث للغذاء اللي هي إحنا بنقوم باستخدام الهواء المضغوط فيه. أو إن أنا استخدمها مع الجاز التوربين أو في عمليات تكرير البترول. طبعا بالنسبه لعمليه التكرير البترول انا برضو بيفضل ساعتها ان انا ممكن استخدم المالتي ستيج كومبريسور اللي هي بتبقى نوع من انواع الريسبريكيتنج كومبريسور، وبرضو بستخدمها في عمليه التبريد في والتحكم في الهواء. بنجد حتى احنا الكومبريسور دي بتكون موجوده في اجهزه التبريد زي الثلاجات. طب لو انا عايز اختار بقى نوع من الكمبريسور استخدم انهي نوع طبقا للابلكيشن اللي انا عايز استخدمه فيه، فقال طبعا البيستون كومبريسور اللي هو الريسبريكيتنج ده بيعتبر سنجل سلندر. ده طب من هذا النوع من الكمبريسور بيديني ضغط لغايه 10 بار، لو انا خليته مالتي ستيج ممكن ازود لغايه 400 بار، فطبعا بيكون مناسب جدا لانتاج ضغوط عاليه. بيستون كومبريسور طبعا نوع متوفر بدرجه كفايه. هذا النوع بيعيبه بس اللي هي حته ان انا الاوبريشن بتاعه بيكون في تذبذب، وعشان كده بيقدر نقدر ما نقدرش نشغله الا لمده 35 دقيقه في الساعه ماشي، لان الديوتي سايكل بتاعته بتوصل حوالي 60 على الاكثر بتوصل 60%. الكومبريسد اير سبلاي ماست بي سفيشنت ان ريليشن تو استيميتد فلو ريت، عشان كده الكمبريسور ده ما اقدرش اشغله اكتر من هذا الزمن. بعض برضو ديس ادفانتج خاصه بيه، يعني كان دي بتعتبر او ديس ادفانتج الثانيه ان هي في اويل ممكن يجي نتيجه ارتفاع درجه الحراره فلاقيه مختلط بالكمبريست اير. طبعا ده زي ما قلنا كده مثلا في حاجه زي الصناعات الغذائيه مش هيبقى مناسب. لو انا بقى محتاج كلين اير الهواء المضغوط يكون كلين، فاحنا بنحتاج ان احنا نركب فلتريشن سيستم عشان نعمل بقى ايه نخرج الهواء بدون اويل، يبقى اويل فري. برضو بيعيبه ان البيستون كومبريسور بيكون في نوعا ما في ضوضاء، فعشان كده بيسبب يعني عدم ارتياح للعميل. السكرو كومبريسور هذا النوع شائع في مجال الصناعه، ومن ساعتها بنستخدم الهيليكال سكرو بدل من البيستون. الضغوط اللي ممكن اخدها منه الهواء المضغوط بيكون ممكن من 5 بار وبيوصل ل 13 بار في المالتي ستيج موديل. هذا النوع من الكمبريسور بيخليني بيديني كمية من الهواء المضغوط معقولة تحت ضغط ليه كومبريشر هاي كومبريشر ريشيو مع السنجل ستيج، وده بيخليني بقدر ايه ان انا اعمل كومبريسور بسايز او دايمنشن اقل مقارنة بيه لو انا هستخدم المالتي ستيج اللي هتديني نفس هذه الضغوط. برضو الديوتي بتاعته قدرته على العمل لفترات كبيرة بتوصل حوالي تقريبا 100%، فده بيخليني اقدر استخدم هذا السكرو كومبريسور باستمرار بدون ما بدون توقف مقارنة بالكمبريسور اللي هو احنا كنا بنتكلم عليه اللي بيوصل لحوالي الديوتي بتاعته بتوصل 60%. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل ادابت، اعمل بقى ايه ان انا روتيشن سبيد دي اقدر اوائم اعمل لها عمليه موائمه، او ان انا اعمل عمليه تغير للسرعه بحيث ان انا اقدر اعظم استخدام الطاقه اللي انا بحتاجها ماشي.
يعني مثلا مش محتاج كمية كبيرة فممكن أقلل السرعة، أو مش محتاج ضغط عالي قوي فنقدر أعمل بقى اللي هو إيه، أقدر أعمل مانيبيوليتنج تلاعب في السرعات بالنسبة للكمية اللي أنا محتاجها من الهواء المضغوط والضغط ذات نفسه، فده طبعا بيوفر لي في الطاقة غير ما يكون هو ثابت السرعة وأنا مش محتاج هذه الكمية، فده طبعا بيكون ويست للإنرجي. الروتري فان كومبريسور، الروتري فان كومبريسور ده دي زي ما احنا كده عباره اكسنتريك روتر، اللي هي روتر بيتحرك لا مركزي، بتخلي الهواء بيتم ضغط الهواء من خلال هذه الاكسنتريك روتر عن طريق الفينز اللي احنا شرحناها. الافشنسي بتاعت الانرجي المستخدمه في عمليه الاداره في كومبريسور بتكون معقوله نوعا ما، برضو الحجم بتاعها بيكون صغير او كومباكت مقارنه بالكمبريسور اللي بتستخدم نفس التكنولوجي زي اللي هي ريسبريكيتنج تكنولوجي. فور سيميلر بريشر اند فلو ريت ذيس كومبريسور، لضغوط مشابهه وفلو ريت مشابه لكمبريسور ثانيه، ذيس كومبريسور هاز ا لور روتيشنال سبيد زان سكروبي. هو عمليه الروتيشنال سبيد، عمليه السرعه بتاعته في الدواره بتكون اقل مقارنه بالسكرو كومبريسور، وده بيعمل ايه؟ بيقلل لي في امكانيه انه يحدث تاكل للاجزاء الداخليه هذه البامب، وبالتالي بيقلل المينتنس مطالب الصيانه. عشان كده هذا الكمبريسور بيقدر يقعد فترات زمنيه اطول اللي هو لاست لونج. زيس كومبريسور ممكن نستخدم هذه الكمبريسور في مجالات كتيره زي مجالات الطباعه ومجالات صناعات الاخشاب والمجالات الباكج. ان اندستريت نيد يوز كلين اير، في برضه في الصناعات اللي بتبقى محتاجه هواء مضغوط بس يكون نظيف، ساتش ذا انرجي اور ميديكال سيكتور، في مجال الطاقه او مجال الصناعات الدوائيه. في بعد عديد من الموديلات من هذا النوع بدون احتياجها لزيوت اللي هي زيوت التشحيم. اخر نوع سنترفيوجال كومبريسور، مع هذا النوع من الكمبريسور الاير بيتم شفطه او سحبه من خلال هذه الماكينه اللي بتخش على الراديال او راديال امبيلر. This is the same principle as turbo charge، بتبقى مشابهه للتربو تشارج المستخدمه في صناعات السيارات. بنحتاج بنلجأ ليها لما نكون عايزين هاي فلو ريت، يبقى نخلي بالنا احنا مع السنترفيوجل دايما فعلا زي ما شرحنا بنحتاج هاي فلو ريت مع هاي بريشر. طبعا البريشر بتاعها بيكون اقل من البوزيتيف ديسبيسمنت، انما بتديني برضو هاي فلو ريت مع هاي بريشر، وبحتاجه على اساس ان انا عايز بقى كون تاني بس مش this practically particularly the case in industries related to energy production. ده بيكون بقى ايه، بيرتبط ب بحتاج هذا الكونتينوس هاي بريشر في الصناعات اللي هي بترتبط بصناعات الطاقه وفي الكيميكال اندستريز. This computer ممكن ان انا اعمل انتجريشن reducer to allow engine to operate at optimal speed. هذه الكمبريسور بتكون مجهزه ب reducer اللي هو بيسمح لي ان انا اشغل الانجن at optimal speed، ان انا اقدر بقى ايه اخفض من السرعات بتاعتها او عند اقصى سرعه انا مش عايز ازيد مثلا عندها. This compressor can overflow، بتديني بقى ايه، تديني كميه هواء مضغوط بتعادل حوالي 50,000 متر مكعب في الساعه. للغاز ده بقى الكميه دي بتكون مضغوطه بتوصل لكام؟ ان شاء الله كده انا وصلت لنهايه هذا الجزء من هذه المحاضره والخاصه بالكمبريسور الجزء النظري. ان شاء الله بيتبقى الجزء الخاص بالمسائل. بشكركم والى امل اللقاء بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.